واكتب لنا أوفر نصيب مما تكتبه لأوليائك وأحبابك مع العافية من هذه الأيام المباركة، واكتب لنا أوفر نصيب ما تكتبه لأحبابك من عشر ذي الحجة يا رب العالمين، وبلغنا مكة والمدينة يا ربي حاجين ومعتمرين وزائرين في هذا العام وفي كل عام على أحسن حال وأهدى إبال يا مولانا يا مولانا يا كريم، آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. وبعد، فيا معاشر المؤمنين، أكثر من الصلاة والتسليم على إمام الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين، فهو الذي يقول: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة المسلمون، إن لله في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها. ونحن الآن نعيش في أيام مباركة نتقلب بنعم الله سبحانه وتعالى. كنا في رمضان، اللهم تقبله منا يا ربي، ثم انتقلنا إلى شوال، وشوال من أشهر الحج، ثم انتقلنا دخلنا في شهر ذي القعدة، ولله الحمد، من أشهر الحج وهو من الأشهر الحرم، والآن بعد يومين سندخل أيضا في الشهر الثالث من أشهر الحج وهو ذو الحجة، وسندخل في هذه الأيام المباركة التي أقسم الله عز وجل بها، هذه أيام العشر من ذي الحجة، وفيها أيها الأحباب التجليات، وفيها النفحات، وفيها الأجر العظيم، كما جاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام. الله أكبر، يعني أيام العشر التي ستدخل علينا ربما بعد غد إن شاء الله تعالى. نعم، قال يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا الجهاد في سبيل الله؟ يعني هذه الأيام أفضل العمل فيها؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، هذا يكون أفضل. رواه البخاري والبيهقي، ولفظه في إحدى رواياته قال: ما عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. هذه الأيام عشر من ذي الحجة، فنستكثر فيها من الخيرات والبركات أيها الأحباب، خاصة الصدقات، يعني الحمد لله تسبيحات وتحميدات وتهليلات كما سيأتي معنا، هذا شيء طيب وهذا شيء مطلوب. نعم، كما سيأتي معنا في الحديث أمرنا بالإكثار منه، لكن نحن الآن في بلادنا نعيش في أيام نكبات، وأيام أيها أحباب الشعب يعيشون أياما قد طحنوا طحنا بالغلا فيها والبلا، فالذي أكرمه الله وسع عليه فليجعل أول وردا له في هذه الأيام الصدقة وإطعام الطعام، تفريج الهموم وقضاء حوائج المسلمين، ثم إن أحب أن يزيد من التسبيحات والتحميدات والتهليلات فهذا خير على خير، فأنت أول ورد لك أيها الغني، أول ورد لك هو إخراج المال، ثم بعد ذلك تزيد من التسبيحات والتحميدات. مساكين كثير من الأغنياء أيها الأحباب ما تركوا شيئا للفقير، حتى الورد أخذوه منه. ورد الفقراء، ورد الفقراء والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، فقراء ما عندهم أموال. قالوا: يا رسول الله، ما صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذا بدأت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تميمها، قل: اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، صل على الآل صلاة كاملة، وعلى الصحب نعم وهي تمام التمام، صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين. قالوا: يا رسول الله، هؤلاء الفقراء. قالوا: ذهب أهل الدثور بالأجور، الأغنياء يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولم يجعل الله لكم ما تصدقون، يا معشر الفقراء، إن بكل تسبيحة صدقة، بكل تحميدة صدقة، بكل تكبيرة صدقة، بكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، إلى آخر الحديث. فهذه صدقات الفقراء الذين ما عندهم مال،
ما عنده ما أنت عندك مال، أخرج من هذا المال، أخرج من هذا المال وتحنن على هذا الفقير المعدم اليوم، أخرج المال الآن، كسوت أولادك اشتريت ثيابا لأولادك في أيام العيد، فتذكر أن هناك أيتاما فقدوا آباءهم، تذكر أن هناك فقراء كثيرين أولادهم يولولون عليهم مع أمهم، يريدون ثوبا، يريدون مطعما، يريدون حلوى، ما عندهم. هذا من أعظم الأعمال الصالحة أن تجبر بخواطر هؤلاء، وما عبد الله بأكثر من جبر الخواطر، وما عبد الله بأكثر من جبر الخواطر أيها الأحباب، أن تمشي في قضاء حوائج المسلمين. وهذا ما يصنعه إلا عالم نحرير، هو الذي يعرف كيف يربح على الله عز وجل. سيدنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان معتكفا في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين، فدخل رجل مهموم قال له ما لي أراك مهمومة؟ قال لفلان علي حق ولا لا أستطيع قضاءه، عليه دين. فخرج ابن عباس رضي الله عنهما من معتكفه من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رجل أنسيت ما أنت فيه يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، غير أني سمعت صاحب هذا القبر والعهد به قريب ودمعت عيناه شوقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مشى في حاجة أخيه، من اعتكف يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار ثلاثة خنادق، كل خندق كما بين الخافقين، ومن مشى في حاجة أخيه المسلم وقضاها له كان كمن اعتكف 10 سنين في سبيل الله. الله أكبر، ما هذا العطاء العظيم. كلنا يريد عونا من الله سبحانه وتعالى، الأمر يسير، العون من عند الله هو قريب منك لكن أنت حرمت منه. في الحديث والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أعن أخاك يعنك الله سبحانه وتعالى، ارحم أخاك يرحمك الله سبحانه وتعالى، الرحمة قريبة منك، إن رحمة الله قريبة من المحسنين، من لا يرحم لا يرحم، الراحمون يرحموا الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، جواب الطلب أو يرحمكم على الدعاء. فتريد أن يرحمك الله، ارحم هؤلاء المؤمنين، تريد أن يحفظك الله سبحانه وتعالى وأن يسترك، نعم، فاشتغل في قضاء حوائج المسلمين، تريد أن يكون الله عز وجل معك ونصيرك فانصر إخوانك، أعينهم، سعدهم، أنت أيتها المرأة أيضا كذلك لا تحرمي من هذا الخير العظيم، يعني ربما هي تسكن مع أم زوجها أو مع أبي والد زوجها أو نعم ربما تركته أهملته، تركته جائعا وتركته وثيابه وسخة، ولا تنظف له، تقول الله أنا مشغولة الآن بعشر ذي الحجة، والله أنت ما فهمتي، والله لو كنت تفهمين أنت حقيقة الأمر لقمت واشتغلت بالإعانة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ما أكثر ما سمعت وما أكثر ما ذكرت لكم هذا عن شيخنا الشيخ بشير كرمان أبي الأمين الحلبي رضي الله تعالى عنه أرضاه، قال العبادة توصل إلى الجنة ولكن الخدمة توصل إلى الله، الخدمة توصل إلى الله، قوموا واخدموا وأعينوا.